الكرام عدنا، يلا نمشيو مباشرة. ضحك ولعب وجد، جينجل ضحك ولعب وجد، يلا نشوفوا مع بعضنا. هيا توا باش نبداو توا مجموعة ألعاب خفيفة نظيفة مسائلها، المهم تجاوبوني وكا. أي نمشيو للقطة الأولى. أي اللقطة الأولى، على خاطر ريتو هزا بك ما دخل عليه. اضرب 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 يا ولد علي، مياه بلع لك مياه، على خاطر مياه باش تكسر لي ماكينه بمليون. انا ماني مصايب ولا مراجع لي مياتي هذا. شنو هو؟ جاي سرقه جار بار يا ولدي. نتكلم فيه يا ساده ساده يا ولدي يزي. على خاطر 100 فرنك باش يكسر لي التاكسيفون. ابعد سيبني واحد يا اخي. خويا مين وين مشى الرجل؟ يظن لي مشى يعلم عليك في سبيطار المهبلة. يلا شب صالح، شو اسم المسلسل؟ مسلسل شوف لي حل والله مفسكي برجولي. شكون؟ سوبريت. سوبريت حاجة سوبريت. أنا نعرف شنو هو؟ سوبريت عزايد. سوبريت عزايد جلو الله يرحمه. ضامر ضامر حلو برشا، خدمت معاه طبعا، خدمنا سفير شو كان وقت حلو برشا الله يرحمه. دونك سوبريت عزايز. سوبريت عزايز. سوبريت عكايك. يلا نمشيو اسم الاغنيه ذي، هذه باش تحيروا فيها، انا متاكد باش تحيروا، وانت جلول باش تحير فيها. اعطيني الاغنيه، اعطيني الاغنيه. الموش شيب صليح في البدوي، باش نسال الساعه المطرب هذيك شكون قبل الاغنيه؟ سي عبد الرزاق، بالعكس الاغنيه ذي انا قبل كنت شيخ عليها برشا، وانت تعرف اللي نحن في اعمارنا، نحن قبل كنا حتى تبقى في قهوه ولا حاجه تربينا على الغناية هذيا، ام كلثوم وعلى فريد وعلى شكون ام كلثوم هذيا؟ ورده الجزائريه. ونعرف اصلا قبل شيخ عليها الاغنيه هذيا، سفر الدنيا سفر. الله اللي عرف هو اللي هو النوع، هو يعرف النوع. ما عرفش سماح. لولا الملام. لولا الملامه. لولا الملامه. لولا الملامه. وانت محمد عبد الوهاب. لولا الملامه يا هاي. برافو برافو اخوان يا اخوان يا اخوان. راني غنيت الوتر يا اخوان. تحيه لدي جي اخوان بالطبيعه اللي الى جنب. يلا نمشيو تفرجوا في الفيديو هذا. كوره كوره تو كوره، تبعوا مليح ها، تبعوا مليح. اعطيني الكوره هاي. هيا خنيسي خنيسي خطيره والكوره. شب صالح شكون وشكون؟ تونس تلعب مع شكون؟ والله عرفت كنت ترجي، ما نتبعش الكوره، ما نتبعش فيها. تحب شكون في الفريق؟ نحب كان الفريق القومي بتاعنا كي يبدا في بلاصه اخرى، هذيك نتبع. سماح ترجي ما عرفتش الفريق. ما عرفتش. مش واضحه ترجي كان هما. جلول الاسبيرونس والاهلي. الاهلي. الاهلي المصري. كاس افريقيا. صحيح. والاهلي 3-0. تصفيق على جلول. صحيح. لا صحيحه. عرفت. انا نسميها مقابله عداله السماء هذه. عداله السماء. اي يا سيدي. اي اي اعطيني اعطيوني اللقطه هذه، قولوا لي المنشطه شنو باش يجرى لها بعد اللقطه هذه. اعطيوني لقطه المنشطه هذه. هذه منشطه في تلفزه اجنبيه. شو باش يصير لها؟ باش تطيح. باينه مادام تلفت التالي باش تطيح. باش تطيح. باش تطيح.
لا ما تطيحش ما تطيحش بشجرالها باش دوخ باش الدوخ الدوخ دوخ يلا نشوفوا مع بعضنا Que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tá! Tá! Para, Sam. Para, والله. بهاتا طلعتها. يلا اعطيني اللي بعده يا سيدي. جاية. الصورة المخفية. ولكن اعطيونا الصورة المخفية وقدامنا خلينا نشوفوها الصورة المخفية. حاضرة الصورة المخفية؟ هي مخفية مخفية هي مخفية أصلاً راهي الصورة المخفية صورة شبايح ها؟ شبايح ها؟ صورة شبايح شكون أنت يا إيش تقول؟ الصورة المخفية موجودة هي مخفية هي بطبيعتها نقرب لكم الطبيبة خل نقرب لكم نصاف بن علي؟ نصاف بن علي باي خليني أقول لكم نصاف بن علي هي رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة من منطقة من قليبيا أي من قليبيا أستاذة بكلية الطب بتونس خدمت في معهد باستور ما شاء الله تخرجت من جامعة بوردو في فرنسا درست فن معهد ثانوي في قليبيا نصاف بن علي مولودة يوم 18 جوان ومانيش باش نعطيكم العام ما نعطيكمش العام إذا هذه الألعاب متاعنا يلا باش نختم التوقيت تقريبا انتهى معاكم الوقت تتعدى بسرعة بسرعة يلا سماح شنو باش نغني ونعملوا ديو اللي قلتوا عليه والا بلاي باك سماح بلاي باك نعملوا بلاي باك سماح ضيفتنا هذه اغنيه جديده من كلمات والحان عبد الحكيم جليد عازف القصبه زيد العفاوي تحيه جهاد جهاد اي جهاد وان شاء الله باش نعملها فيديو كليب مع ايمن القاسمي وان شاء الله تعجبكم وحبيت ان شاء الله بالتوفيق ليك حبيت نتقبل كل شيء خلينا نعمل ديديكاس اللي لبستني الروبا صباص ريحانه والمكياج ريم جدلاوي نحب نقدم لهم تحيه خاطر وصلوا بيا تحيه القفصه تحيه لاهالي القفصه اهم من كل شيء يلا سماح جلولي جلول سماح جلول طبعا اعطينا تصوير برافو سماح جلول شب صليح ميرسي يعيشك على جايه برافو يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق بالنجاح الله فيك خويا ايضا اللي ديما تستدعونا ديما تذكرونا وان شاء الله وديما نتذكرك انا ديما عمري ما ننسى تحيه تحيه للقصرين الكل والتوانسه الكل وان شاء الله ربي يفك علينا هالبلاد شكرا لك وانا تحيه لاهالي قفصه الكل قفصه برافو نمشي مباشره بيست اوف بيست اوف الاسبوع الفارط اجواءنا في منوعه الاحد راجعين مع المايسترو يلا تفضلوا مشاهدينا الكرام مساء الخير اليوم الأحد 10 جانفي 2021 حصة أخرى من منوعة الأحد برشا ضيوف وبرشا كوميديا وبرشا ضحك وبرشا موزيكا أهم حاجة ما عرفش أنت حبيتني ليه ولا أنت حبيتني ولا إيه ما عرفش أنت حبيتني ليه ولا أنت حبيتني ولا إيه ولا أنت فاكر إن أنت قال ولا أنت فاكر إن أنت قال وقلبي ميت تحكم عليه هو الحقيقة يلومونا على الديكور هو بالحق راه ديكور كبير ياسر نحس يعني واحد باش يوصل لي يلزمو يمشي كيلومتر الله يسامح اللي عمل الديكور الله يسامح هذه غناية جديدة هذه غناية جديدة لساننا الجامعة وقفت مع نادي الفيقي وقفت مع بن زنت وقفت مع عدة أندية أساس هذاك الواش مشى لها جمهور نادي الفريقي باش ينحي رئيسه لا يحب الجامعة تقف معاه هذا شو حل الجامعة باش تنظم الجلسة العامة هي بالضبط أما باش تنحي تفرض على اليونسي يمشي ولا تفرض على اليونسي يقعد مش من هذا مش من مشمولاته مش مشمولاته هذا هاي فرحك تو فرحني الترجي ماركيت تو
ضد مستقبل الجيش. ويلتكم بالله برسوله ارجوله ونفزع مش بيد وخوش جلد عليه. ويلتكم بالله فما فرق بين رجال تو ورجال زمان بكري. رجال زمان بكري أساميهم صناديد يذوبوا الحديد. بون كوما مش خايب. أسامي رجال بكري فيها الجرحة. العربي، التيجاني، سي الحطاب. أسامي رجال تو ياسر فينو رطبين على الأخر. لؤي، باديس، مرتضى، عبد الرزاق، مختار ليه؟ محمد الصحراوي جاء عمل قدم سكيتش، سكيتش ذي الدلاجي قال فيه جودمو، انت في الجودمو ماك قوي برش، يعني قال كلمة فيها إيحاء جنسي، خليني أقول، وأنا وقفته عند حد، الكلمة ما قالهاش جنسيا، أما أوحى بها، وأنت حاضر جلو. هذا شو رأيك؟ انا بالنسبه لي انا اللي عملته انت خارق العاده، ويلزم يتعمل لك هكا خاطر باش يلزم تقف هالمصيبه هالمصيبه نتاع نتاع ولا تفرق العائله التونسيه نتاع الغشه. خلينا نقولوا ما بالضبط، يعني بو ام وخو اخت ما عادش ينجموا يتفرجوا في التلفزه في التلفزه بالايحاءات وكلام الزايد اللي احنا جينا والحمد لله كان معصوما من هذا الشيء. يزي خلي الجرح مخص يزي خلي حرام تحير لي المواجه انا ما بنسيته من قلبك ما بنسيته للماضى علش بيا راجع وللماضى علش بيا راجع ايه والله. كي نقول زهير الذوادي وصابر خليفه وما نعرف سهير تنجم تجاوبني وانت كابو، هل وقع الاستغناء عليهم والا انهم طالبوا بمستحقاتهم ما يرجعوا يلعبوا طالبوا مستحقاتهم ما يرجعوا يلعبوا لما ياخذوا مستحقاتهم، لكن ما يمنعش انهم راهم نقصوا من الرواتب نتاعهم، راهم ساعدوا النادي الافريقي. لكن تعرف فريقك ما عندوش فلوس. باهي عملت خطوه الاولى. الخطوه الاولى نقعدوا قاعدين ولا نلعبوا لما تزيد ولا نلعبوا نلعبوا اذا كان تحب الفريق ولا نقعدوا قاعدين اذا تحب الفريق تلعب. إذا كانت عبد الرزاق زيد فما اللاعبين أيضا عندهم برشا مسؤوليات، يعني تصبر على برايك فما صور رياضة نعديهم ما يسالش، يعني احنا كنحكيو على اللاعبين أيضا عندهم مسؤوليات عندهم عائلات عندهم التزامات، معناها تصبر 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 يقول لك إلى متى. الله غالب أنا عييت هذا كجهدي ما عطاني أحسبني غيبة وعديت في حياتك مرة وانساني. الله غالب أنا عييت هذا كجهدي ما عطاني أحسبني غيبة وعديت في حياتك مرة وانساني. أي 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 قتلتيني اي 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 جرحتيني قتلتيني قتلتيني اي 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 جرحتيني جرحتيني اي 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 قتلتيني قتلتيني اي 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 جرحتيني جرحتيني اي 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 مشاهدينا الكرام هذه ظروف المباشر على قناة حنا بعرة، وفرقة تخرج فرقة تدخل ضيف يخرج ضيف يدخل، واسمع هذا كل رو في المباشر بما فيه من سخونة وبما فيه أيضا من أخطاء يلزمنا نعرف. ساعات نتفرج في الفيديوهات نلقى مذيعة بتاع نشرة جوية تجي ماشي أوب تطيح، وإلا واحد يعدي في الأخبار عبد الكريم يتعدى قدام واحد ورغم وقت استوديو ظريف وكرسي وطاول، فما بالك قداش من واحد توا عندي انا في البلاتو برك فما 100 توا. اسمعني كان نعمل دوره والله ما نعمل دوره يا ابراهيم خنوري
بربي خلي نوري ظروف المباشر برب بربي بدون جمهور رغم الجمهور. هاي خلينا نحسبوا قداش عندي في الفرقه. هاي خلينا نمشي من هنا اخويا معالي الكاميرامان، خليني نمشي ظروف المباشر، اعطيني شويه موسيقى. يلا خليني نشوف الشيف سليم، خليني نشوف الشيف سليم. امان خذوني مع هذوما الخدامه راهو الناس اللي تخدم اللي قاعده معايا اللي تحمي فيا، معناتها الناس اللي تحمي فيا هذوما. بربي خلينا نعمل دوره ها، خليكم تشوفوا ظروف المباشر. ها راهو باش تعمل حصه كتبتهم انا مقالات يوصلوا لواشنطن لامريكا. ما بعناش الصبابك، ما بعناش في حنا باع السكان من تركيا. نحن خدمنا الاعلام والناس تتفرج فينا وهي القناه الاولى. شنيا الدنيا الفنان الكبير الله يرحمه اللي نقلده انا عمك اسماعيل الحطاب مركل وين يتحط لك؟ كيفاش؟ وين يتحط يعني اسماعيل الحطاب؟ اسماعيل خلطت عليه يا عبد الرزاق انا. خلطت على اسماعيل؟ خلطت على اسماعيل انا، مازال هو معناتها يخدمه في البيرو، نتعدى انا في الليل نروح عامة الجرح مخبي عام 89 نتعدى ويعيط لي بحذاه للبيرو ونقعد بحذاه. والله يا سوسو لله يا سوسو يحبوني ننساك وقلبي تندوسو. والله يا سوسو لله يا سوسو يحبوني ننساك وقلبي تندوسو. إلا ما نشويهم بيدي نخويهم، إلا ما نشويهم بيدي نخويهم قدام عينيهم خديك نبوسو. والله نبوسو اجا منا عاد بعض اسمعني. وديما الستوش هذاك بتاع الدلاجي يتبع عليه لا يبعد شوي الدلاجي مسال على الكورونا راهو على بروتوكول راهو صبالة دلاجين. اهلا وسهلا بك. الحمد لله عايش. الحمد لله وجهك رجع كما هو شوي صبالة بديت ترتاح. الحمد لله الحمد لله بعد العمل كنا احنا عليه تو مسلم عليك خوك سلم عليك كنت محلى عليه قال لي انا ما نشوفوش كان بعد قديش مهما تفرقنا الاحزاب يجمعنا حزب العالم. تصفيقة انا تعطيني حاجه تقول لي اقراها لي راه يلزمني واحد هذه مشاركه زوجة ميرسي نوسة لابسه شورت ودخلت لي هنا ليه عاد تو شنو الحكايه ذي وستخانوا انتم زين القصرينيه في بطحه في سيدي حسين السجومي 6:04 تاع الصباح والبطحه بحذا الترمينوس تاع الكار يهلكني ربي لو واحد يمشي يخت ترافيل كلها اجبد اجبد حاسينه طعم الاعتصام من غير ما يتدخل الاتحاد العام التونسي للسكن ما عاد يمشي حد يخت جرة القصبة والمزود. الله يهدي اللي كان سبب له شكون تقولها هذه. خذيت السؤال من عنوان اغنيتك راه الله يهدي اللي كان سبب. الله يهدي اللي كان السبب بكل اللي صار فيا ياللي موريني العجب ومبرر ريحك عليا. يهدي اللي كان السبب بكل اللي صار فيا ياللي موريني العجب ومبرر ريحك عليا. سبتك من أهل المودة، سبتك من أهل المودة، صاحب في وقت كل شدة، صاحب في وقت كل شدة، سبتك من أهل المودة، سبتك من أهل المودة، صاحب في وقت كل شدة، صاحب في وقت كل شدة. أول ما عديت مدة وبدت بتملك شوية عصبغة
صدرك عالصورة هدى خلاني على نار حي الله القناة الخاصة القناة الأولى القناة الخاصة القناة الأولى 2021 ألو ربحت السيارة حاجة غريبة أي انشت الدنيا لها طعم جديد حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إني دايم عيني السيارة هذه مش تكون من نصيب واحد منكم انتوما بطبيعة قد ما تبعث SMS قد ما الحظوظ تكون أوفر على الرقم 85 98 وتكتبوا هشأة